السلام عليكم. بكري كان عندي فيلم بزاف شابين، كيما سبيكتير طه ولا بطاي طاجي ولا حسن طيرو. ماذا راهم يخدموا واحد الفيلم؟ عذب به من العباد. شكون بعثك؟ شكون؟ جاسوس هذا توريس ماشي جاسوس توريس. دوك نوريك توريس. شوف شكون انت شكون بعثك ولا ندير لك فيلم الجيري؟ اهدر شكون انت؟ توريس واخد اهدر توريس لا لا ماشي في الجيري يا ماشي اهدر لا نهدر ما تبغاش تشوفك في الجيري نهدر والله بون شفت واحد الفيلم شد بزاف الانتباه تاعي انا درت عليه بعض الملاحظات وحبيت نبارطاجها معاكم ملاحظه رقم واحد جينيريك تاع الفيلم كل خدمه نقولوا ما انا نخدم جينيريك خير منها في خمس دقائق توب كرومو جينيريك هو اللي يجذب الناس باش يشوفوا الفيلم ويشوقوا ليه اكثر مي تشوف جينيريك كيما هذا ماشي جا في ريك باش تشوف الفيلم يهرب ملاحظه رقم اثنين المونك فقرات فادحه اللي كاين في السيناريو واللي خلاونا ما نفهموش الفيلم في الصور تاع الفيلم كاين واحد الراجل اللي عمل شعلة تاعو يضل يهضر في ولادو يحكي فيهم يخليهم يمشي يلعبوا بصح ما فهمناش علاش قريت الجران شفت التلفزيون شربت برادة تاع قهوة ما لقيتش كاع واش ندير صوف سعيد هيا واش بغا هكذا ريحت مليح بيان نورمالمون يوضحوا لنا علاش القاسي مع ولادو كامل غالبا باش نقدروا نفهموا الفيلم اكثر ونستوعبوا فيه اكثر اون بليس دو سا كاين بعض اللقطات اللي ما عرفوش يبينوا فيها قساوة الاب على ولادو كيفاش واحد يعس في ولادو يدخل يطلع عليهم قبل كبير من الاخطاء الغريبه اللي كان في السيناريو ان الزوجه الثانيه تاع هذا الراجل دخلت في نصف الفيلم ما شفنا عليها حتى حاجه وما شفناهاش كامل في الفيلم مفاجاه هضر معها وكانها تعرف من الفيلم تما غادي تبلع الحانوت وتديني نتعشى فكره دخلت مع عليه السيناريو والمشكل كي عطاها هاد الكادو قالت له هاك شويه ديال الخير وما فهمتش اللي حل بالذهب في امريكا في اوروبا في الدول المتقدمه واحد يشوف روح داخل المصدر يعيط لابوليس يعيط الجدارميه يجيب الجيش بصح حنا عندنا يضربهم في الحجر شوفي بون حبينا سيناريست حبيت نحكي لك واحد الميساج في لاحظت تاع الفيلم كي عبد الله يحكي لك قصه علاش ما سقسيتش ميديسان سبيسياليست باش يعطي لك لامير ميثود اللي يحبسوا بها لا دروغ حتى على اكبر ثغره في هذا الفيلم نلاحظ ان البناء الدرامي او كتابه السيناريو هي ليست كتابه سينمائيه في حين ان السيناريو السينمائي ولا البناء الدرامي للفيلم السينمائي يكون مقسم الى ثلاثه اقسام الجزء الاول فيه ربع يتحدث فيه عن مدخل الفيلم الجزء الثاني وفي نصف الوقت ناقش القضيه تاع الفيلم تاعك الجزء الاخير ربع الوقت يتحدث عن حل المشكل اللي طرحته في الفيلم ملاحظه ثالثه تكنيك اي كسر بغيت نقول لك انت حتى الان مازال ما فهمتش شنو هي الفكره واقيلا كنت كيفاش تجي الو صافا لاباس لاباس انت ولا حطني تحت رجليك معليش المهم عطيني كاميرا راني شويه سيدي انا بغيت تبوج يا عيال كمل جاوب انا واقيلا كوبي اخراج شو تفضل يا استاذ راح تريسيتي راح تريسيتي راح تريسيتي راح تريسيتي انا كمل ملاحظه
لاحظة طبعا ترانزيسيون في السينما شاك ترانزيسيون عندها المعنى تاعها مثلا الفون دي لونشيني اللي تعني بلي فات شوية وقت ولا الفون دي وان اللي تعني بلي تبدل تتكامل القصة وتبدل بزاف وقت طريق السد ديما ترد ان شاء الله هذه ماكله بالطبع يا يما نايس المخرج عندي زوج غلطات فوري نوار وطويل يعني بلي فات بزاف وقت حركة الكاميرا اللي راهي هابطة من فوق لتحت يعني من المنزلة الكبيرة إلى المنزلة الصغيرة في الصورة العكس هذه كيف ولا عكسية الوقف الثاني هذا ناصر فيلم تاع السما كان بالحياة ما عرفوش معنى الحياة على خاطر لعبوا على أوتار غير الأوتار وخرجوا على مقامات الحياة حتى من دفعوا الثمن غالي تعرفوا على قيمة الحياة بعد ما تخلوا كون في لقاء هذا الفيديو حبيت نقول لكم باللي اول مدرسه سينمائيه في الجزائر كانت في جبال الاوراس في سنه 1957 يعني في بان الدار التحريريه تبان لي من هذاك الوقت ما استشعرينها وان فيلم حرب الجزائر ولا لاغير طاجي الذي انتج في سنه 1975 وراهم كلاسين من بين افضل 200 فيلم في العالم حسب موقع اي ام دي بي. خاوتي ما تنساوش بارطاجيو الفيديو كليك على الاعجاب وشير الفيديو.